السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ المرة اللي فاتت وصلنا اللي انتوا شايفينه دوت، عملنا مكان للسكور، عملنا اللي هو وضحنا اللي الكور ليفل 1 وليفل 2 كل واحدة بتدي سكور قد ايه، عملنا ريميننج للكور او دواير، وبعدين عملنا ريميننج للكليكس. تمام، عملنا اللي هو لو عمل كليكس لغاية لو خلص كليكس اللي عنده ولسه مخلص الكور يبقى كده جيم اوفر، ولو خلص الكور قبل ما خلص الكليكس بتاعته هو كده كسب. بس نبدأ بقى في الفيديو في اللي احنا هنقوله النهاردة. بس في البداية نحب نصلح مشكلة اكيد انتوا لاحظتوها دلوقتي، وهو ان لما الرسالة في الاخر تيجي تظهر بتظهر تحت بعدين تطلع فوق، بتظهر تحت بعدين تطلع فوق. دي مشكلتها بمنتهى البساطة هو بص، نرجع هنا لسي اس برضه، سي اس اس عشان نكون عارفين ايه اللي حاصل هنا. هو مش واخد اي بوزيشن، فهو واقف عادي جدا، هو متأثر باللي حواليه، فاللي حواليه اللي هم مين؟ اللي هم دول، فاللي هم دول دلوقتي واخدين مكان، فهو واقف تحتيهم، فهو بيظهر قبل ما هم ما يختفوا خالص. فلما بيظهر بيكون في حاجة فوق، بعد ما اختفوا خالص اللي هو بعد ما هو ظهر بشوية هم اختفوا، هو ما بقاش في حاجة هنا فطلع فوق. فانا مش عايزين نعمل كده، فهنعمل بمنتهى البساطة position absolute وطوب مثلا 15%، 10% ماشي كويس، 10% اهو. عملنا ريفريش اهو وندوز اهو مظبوط. بس نعمل كمان ويتس 100% عشان التكست اونلاين سنتر تشتغل كويس اهو مظبوط. ونفس الكلام لو جيم اوفر مظبوط. تمام، ندخل بقى في الخطوة التانية، هو تحريك الكور دي. انا في المرة بتاعت كنا حركنا كرة واحدة بس، دلوقتي معانا 4 كور، هل هتفرق كرة من 4؟ تعالوا نشوف دلوقتي اهو. ندخل على جيس، هي هو ده الكود اللي كنا عملناه لساعة ما كنا حركنا، هنستعمله هو مش هنعمل حاجة جديدة. دوت ليفل 1 ده كان الكلاس اللي احنا مدينه. نتأكد الأول احنا مدينه بوزيشن ابسوليوت، احنا مكناش مدين نبدأ بوزيشن ابسوليوت عشان لازم عشان نانيميت في الجافا سكريبت او جيكويري، يعني يكون مدينه بوزيشن ايا كان بقى، بوزيشن ابسوليوت فيكسد ريلاتيف، بس اهم حاجة ما يكونش ستاتيك. بس طبعا اهم حاجة افضل حاجة انها تكون ابسوليوت، يعني عشان ما يكونش ليه علاقة بأي حاجة حواليه. تمام، نروح ونشوف. بدأ يتحرك، واخدين بالكم اللي حصل؟ كل الدوائر اللي واخدين نفس الكلاس اللي هم الاربع دوائر دولت اتحركوا نفس التحرك. ليه؟ لان انا هنا قلت اي ديف واخد كلاس الكلاس دوت او ليفل 1 يعني هتطبق عليه الكلام ده، او فيما معناها ان الاربعه دولت اتطبق عليهم نفس الانيميت بنفس الارقام. لا، انا عايز كل واحده تانيميت برقم غير التاني علشان ما يمشوش مع بعض كده. ماشيين بره الصفحه اهو، جم جوه الصفحه، يعني مش عارف يخرجوا ويدخلوا كده. المهم دلوقتي عايزين نخلي كل واحده تتانيميت لوحدها بارقام مختلفه. بمنتهى البساطه هنعمل التالي، هنعمل انا دلوقتي عملت انيميت للليفل 1، عايز اقول له انت هتعمل للاولى لوحدها بعدين الثانيه لوحدها وهكذا. هعمل ايه بقى؟ هعمل التالي، دلوقتي عملت انيميت ده خلينا نفس بس كنت عشان يكون متقسم عندنا. ان عندنا المنطقه دي 3 اجزاء، اول جزء اللي هو الفانكشن الكبيره اللي هي سيت انترفال، الجزء الثاني اللي بعرف فيها الراندوم، الجزء الثالث اللي هو الحاجه اللي هتاخد الانيميشن نفسها. فانا بكل البساطه انا هعمل في سودو كلاس اسمه NTH child، ده بيخليني اختار رقم التشايلد بتاعي. يعني هنا انا عندي مثلا الديفادي جواها كام تشايلد؟ 4. فهو في الديفولت بيكون مدي ده رقم 1 ده 2 ده 3 ده 4،
فانا قلت له انت اتش واحد، فكان بقول له انا عايز الشايلد رقم واحد بس يطبق عليه الكلام ده، فعمل كده الشايلد تانيين هيفضلوا واقفين وواحد بس اللي هيتحرك. بعدين هعمل ايه؟ هعمل كده هقول له انا عايز الشايلد رقم اتنين كمان يطبق عليه، تمام. بس حصل نفس المشكلة ان الشايلد اتنين برضه يطبق عليه نفس الرندم بنفس الارقام اللي هنا. فهنعمل حاجة بسيطة جدا، احنا هناخد دولت وهنكتبهم تاني هنا. طب ايه لازمته ان احنا نكتبهم تاني ما هم مكتوبين فوق؟ لا، الفرق ان هنا بيعمل ايه، بيمسك الفاريبل اللي اسمه راندوم ويعمل له الحساب الحسبة اللي هو بيحسبها ويرجع تاني ويخزنه فيها يعني، بعدين يدي الرقم هنا. انا بقى مش عايز نفس الرقم ده يكون هنا، فعشان كده خليه يحسبها تاني هنا ويدي رقم جديد، يدي له رقم جديد ويحطه هنا، ونفس الكلام هنا هنا وهنا، تمام. يعني هنا مجرد عشان يحسب من جديد، انا كتبتها تاني عشان يحسبها من اول وجديد ويديها رقم جديد. فنشوف كده اهو فعلا الاثنين بقى يتحركوا في مسارات مختلفة. واحنا في كل منطقة بساطة هنعمل الكلام ده في الاثنين التانيين اهو، ده هتكون رقم 3 ده هتكون رقم 4. نشوف كده اهو كل واحد بيتحرك في مسار غير التاني. اظن درس بسيط جدا. انا كنت ناوي اخلي الفيديو ده فيه كل حاجة باقية، بس حسيت ان هيكون تقيل شوية، فقلت اخليها نقسمها على فيديوهين ثلاثة كمان يكون افضل عشان تاخدوها واحدة واحدة، تمام. مش عايزين اي حاجة. ان شاء الله المرة الجاية هنعمل بقى الليفلز، يعني هنعمل مثلا بعد ما تخلص الكور ديت ندخل على ليفل تاني، تمام. يلا سلام سلام. لو مزنوق في سؤال تعالى لي على الاسك، وعشان تتابع فيديوهاتي الجديدة سبسكرايب.